السلام عليكم متتبعي زين وهمه مع ام ايناس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا المسمن اللي كنطيبوه في الفران، كيجي بنين مقرمش واقتصادي، وغادي نحضروا بواحد الحشوه مكونات ديالها بسيطه واقتصاديه. كنتمنى لينا الاعجاب ديالكم وتخليكم مع الفيديو حتى غندوزو بحول الله للمقادير. غادي نبداو بالعجينة هي الأولى. غنحتاجو زلافة من دقيق الفينو، نفس زلافة من دقيق الفورص، والملح حسب الذوق، وراس معلقة من خميرة فورية، الماء الدافي باش نشمعو العجينة ديالنا. غادي نبداو نعجنو العجينة ونضيفو الماء تدريجيا حتى تجمع لينا العجينة كما كتشوفو معايا في الصورة. من بعد غادي ندلكوها مزيان، ضروري من دلكو العجينه مزيان لان الدليك هو اللي غيخلي العجينه تطلق الخيط ديالها وما تقطعش لينا من بعد الا غنخدموا بها. انا هنا الوالده هي اللي كتدلك، الله يعطيها صحيحتها ويخليها علينا ويسمح لينا بحق الوالدين. اللي ما قدرش يدلكها ممكن يديرها في بلاستيك غذائي ومره مره يحركها حتى تطلق مزيان. من بعد ما دلكنا العجينه دابا غادي ندهنوها بزيت نباتيه ونغطيوها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق تقريبا، وغادي ندوزو باش نحضرو الحشوة اللي غنستعملو في هاد المسمن. لتحضير الحشوة في مقلاة اللي غنوضعو على النار، غادي نضيفو ليها 3 حتى 4 المعالق من زيت الزيتون، صدر دجاجة مقطعة قطع صغيرة، 2 حتى 3 ديال الجزرات محكوكين بحكاكة الغليظة، 1 فلفلة كبيرة حلوة مقطعة قطع صغيرة، 1 بصلة كبيرة مشلطة رقيق، والربيع قزبر ومعدنوس. وغادي نضيفو ليها التوابل، الملحة حسب الذوق، 1/2 معلقة كبيرة من التحميرة، 1/2 معلقة كبيرة من القرقوم، 1/2 معلقة صغيرة من البزار، ومعلقة صغيرة من السكنجبير. غادي نحركو مزيان هاد الحشوة حتى تشحر لينا مزيان وتدبل لينا الخضرة. من بعد غادي نوضعوها في الطبسيل ولا في شي اناء باش تبرد، ضروري ما تبرد لان اذا استعملناها باقا سخونه غادي تقطع لينا العجينه. داكشي علاش من الافضل انكم تخليوها تبرد مزيان عاد تستعملوها. ها هي الحشوه بعد ما طابت، دابا غادي نخليوها تبرد وندوزو نكورو العجينه على هذا الشكل ونخليوها ترتاح واحد 5 دقائق بما بردت الحشوه. بعد ما بردت لينا الحشوه وارتاحت العجينه كنحلوها على سطح العمل اللي كنكونوا دهناه بزيت نباتيه على هذا الشكل. كما كتشوفوا معايا العجينه كتطلق بكل سهوله وكتقطعش، كتجي رائعه في الخدمه ديالها. بعد ما كنحلوها كنوضعوا الحشوه في الوسط كما كتشوفوا معايا. من بعد كنطويوها على 4 الطريقة المسمن العادية، وكنخليو شوية ديال المسافة بين الحشوة والعجينة باش من بعد ما تعجنش لينا العجينة لداخل، يبقى شوية ديال الاسباس بيناتهم. وكنحلو واحد الكويرة أخرى لأن غادي نديرو واحدة وسط الأخرى، كنحلوها بكل سهوله كما كتشوفوا معايا. العجينه كما سبق وقلت لكم كتجي رائعه. بعد ما كنحلوا الكره الثانيه كندهنوها بالزبده اللي كنكونوا ذوبنا من قبل، من بعد كنوضعوا وسطها ديك المسمنه اللي طوين الاولى اللي طوينا، كنحطوا الجهه اللي طوينا عليها مسمنه كنردوها لتحت كما كتشوفوا معايا. من بعد كنطويو باش ما تجمعش لينا العجينه في نفس الجهه ويجينا مسمن يقسم من الداخل. كنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا كميه العجين والحشوه اللي عندنا.
بعد ما كملنا المسمن ديالنا كنصطفوه في اللاطه اللي كتدخل الفرن اللي كنكونوا فرشنا ليها ورق الزبده ولا دهناها بالزيت، وكنبسطو واحد شويه على هذا الشكل وكندهنوا بالزبده مزيان على الوجه باش يجينا مقرمش وعاطي اللون الذهبي. من بعد كندخلو الفران اللي كنكونو شعلناه من قبل، كنشعلو عليه من التحت، حطيت تحمر من التحت، من بعد كنشعلو عليه العافيه من الفوق. اول مسمن بعد ما كنخرجوه من الفران، هذا هو الشكل ديالو، كيجي رائع، كيجي مقرمش كما كتشوفوا معايا. الطبقه الفوقانيه هي كاع كتفرتت وكيجي رائع، كيشهي، كيعجب حتى الوليدات الصغار اللي ما كتعجبهمش الخضره، كيعجبهم هذا المسمن. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع احبابكم وعائله ديالكم، واللي باقي ما اشتركش معنا في القناه يشترك باش تعمل فائده وتكبر القناه. ودابا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوها كيجي مسمن من الداخل. كما كتشوفوا معايا العجينه ديالو كتجي مقرمشه والحشوه كتجي لذيذه، كما كتشوفوا العجينه هي كاع كتفرتت. ونخليكم على خير حتى الفيديو اخر، الى بقى العمر، بسلامه.